السلام عليكم أينما كنتم متابعي برنامج كورة، مشاهدي قناة الفرات، مستمعيها عبر الأفأم. هذه تحيتي علي سالم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مباشرة سيكون ضيوفي فيها مدرب فريق الميناء الكابتن عماد عودة. مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله في برنامج كورة. أهلا وسهلا بك. حياك الله الأستاذ طاهر بلص، عضو الهيئة الإدارية نادي الميناء والناطق الإعلامي أيضا باسم الهيئة الإدارية. حياكم الله. أهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم ومرحبا والحمد لله على السلامة. جايتكم من البصرة والجاية أكيد كانت بصعوبة، راح نتحدث بهذه الصعوبات. للتنويه فقط مشاهدين الأكارم، نوهنا بمواقع التواصل الاجتماعي أن الدكتور جهاد ضيفنا سيكون إلى جانب الكابتن عماد، لكن ما أعرف شنو الظرف اللي خلاه يعتذر، ربما زيارة أو أسباب أخرى، ولذلك البركة بالأستاذ طاهر طبعا، والكل مرحب به في برنامج كورة، والكل يطرح وحق الرد مكفول للجميع. نتابع نتائج الجولة الخامسة من إياب دوري الكرة الممتاز ولنا عودة. نستمر بأجواء الدور الممتاز. الديوانية يقسو على نفط ميسان بثلاثية مقابل هدف واحد. متابعة الزميل أحمد حسن. تأثر علينا، احنا قريبين جدا على نادي الزوراء بفارق الثلاث نقاط. اليوم لو كان فايز فريقنا ممكن نحصل نتقدم خطوه للامام، لكن في كره القدم الفوز والخساره وارده، اذا كانت في ارضك واذا خارج ارضك. اليوم فريق الديوانيه قدم مباراه جيده ويستحق، لكن بالمقابل اضعنا فرص كثيره وكان بالامكان نطلع بنتيجه ايجابيه. كره ثلاث نقاط مهمه غايه بالمهمه. الحمد لله طبقنا ما يريده من يمن المدرب، وضعنا خطه مناسبه لفريق نفط ميسان. فريق نفط ميسان فريق قوي، يمتلك لاعبين شباب. الحمد لله، شكرا الله، وفقنا اليوم وان شاء الله القادم افضل. ونستمر ايضا في اجواء الدور الممتاز. صوره ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي نعرضها على حضراتكم مشاهدين الاكارم، اليوم من مباراه الطلبه مع امانه بغداد للمدرب ثائر احمد، بفلاش الموبايل يضوي بمنازع ملعب الشعب حتى يلقي المحاضرة على اللاعبين. دوري محترفين ممتاز، منقول على قنوات عربية، منقول على قنوات محلية في ظل هذه العولمة وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي. السؤال، لو هذه الصور وصلت إلى الاتحاد الآسيوي أو فيفا لمباراة للدوري العراقي، وبنفس الوقت نربط تصريح للسيد الوزير أحمد رياض يوم أمس يتحدث عن استضافة العراق لمجموعة من مجموعات كأس العالم في ظل هذه الظروف والتخبطات الواضحة والإرهاصات الكثيرة اللي تعاني منها كرتنا، وبالأخير ملعب الشعب الوحيد الآن في بغداد وما زال يعاني من هذه المسألة. ولكن الحمد لله والشكر تم إصلاح الموضوع بعد أيام ومعاناة ومناشدات. يلا تصلح الموضوع، خلينا نشاهد هذا الفيديو ولا نعود. طبعا هنا الاخوان بوزاره الكهرباء جاي عملوا على اصلاح الكيبل اللي هو 11000 اللي انقطع واللي سبب انقطاع الكهرباء على ملعب الشعب. ايش قد يكمل كابتن؟ بعد ساعه. هاي ما شاء الله. ما
والله من الساعه 7 الصبح لحد الان. لحد الان وباكر لعبه هنا اكو لعبه؟ اي باكر الشرطه ان شاء الله يعني. زوراء باكر لعبه زوراء. باكر ان شاء الله. باكر كامله الكهرباء ان شاء الله. ان شاء الله جهودكم واضحه كابتن. والله يعني نشكرهم وزاره الكهرباء يعني. نادي القاسم يواجه نظيره عفك يوم السبت ضمن استعدادات الدور التأهيلي العراقي، متابعة الزميل غيث الشريفي. لاعبين في مستويات عالية ولديهم الطموح الكبير لغرض الفوز وكذلك لغرض اسعاد جماهير نادي القاسم، ولكن ان شاء الله عزيمه اللاعبين وكذلك عزيمه الاداره والجماهير الوفيه والكادر ان شاء الله سنكون رقم صعب جدا في خطف هذه البطاقه. الفريق الحمد لله والشكر مستعد نفسيا وديعت جيد اداء جيد وان شاء الله ان شاء الله نبيض وجوه هاي العالم اللي بتانيتنا. ونذهب إلى اجتماع ممثلي عدد من أندية العراق في محافظة النجف لمطالبة الحكومة العراقية بدعم هذه الأندية، متابعة الزميل حسن علاء. الأندية مهمة، تعرف التركيز الأساسي للرياضة هي الأندية، الأندية عبارة عن أولمبيات، لدينا فعاليات كثيرة تخدم الشباب، نتمنى من الحكومة الالتفات للأندية من أجل دعم شبابنا اللي بصراحة في هذا الزمان هو تائه في الكازينوات والأماكن الثانية. عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الصالات في تصريح مثير ربما يتحدث عن دور الصالات في السابق كان محسوم لجهة معينة، ما أعرف منو هذه الجهة وشنو المقصود بها، خلينا نتابع التصريح ولا نعود. احنا اليوم نعمل مع أندية مهمة وهذه الأندية اللي اشتركت لابد أن تكون لها حقوق حتى تستطيع من خلال هذه المشاركة تنظم وضعها. تعرفون يعني بالسابق كان محسوم لجهة معينة، اليوم من خلال ما أصبح هناك دوري عام يعني تخلصنا من دوري المجموعات ووضعنا استراتيجية ووضعنا منهاج كامل، عملنا على هذا الاتجاه حتى نستطيع أن ننظم هذا الوضع وهذه المسابقة، وبالنتيجة راح نحصل على إنجاز كبير. عمليا أنت اليوم إذا تريد الحقيقة تميل لجهة معينة، الكل يعمل في لجنة الصالات، يعني لجنة الصالات يعمل بها جميع الأخوة سواء كان من المحافظات أو من داخل الاتحاد أو من داخل العاصمة بغداد، بالإضافة إلى كثير من اللي عملوا في لجنة الصالات هم يعني قسم عندهم أيضا موجودين في الأندية والاتحادات الفرعية، والعمل الموجود مناط للجان وأشخاص معنيين بالأمر، يعني إذا كانت الحكام فموجودة يعني مجموعة من الأخوة المعنيين اللي هم أصلا من المحافظات، وإدارة المسابقة أيضا هناك أيضا مجموعة تديرها، لكن عملية التنظيم اللي إحنا نظمناها وحصلنا على أخوة يعني ذات اختصاص مهم وذات كفاءة عالية حمل شهادات عليا حتى ننظم هذا الوضع. لا توجد هناك محاباه، إذا كان الاتجاه باتجاه نادي الشرطة لكون هو اليوم اللي حصد المركز الأول. مدرب منتخب إشبالي العراقي الكابتن حسن كمال يؤكد بأن مدرب الفئات العمرية يبذل جهود أكبر وأكثر من مدرب المنتخب الوطني. نتابع. نبعث لهم يعني رسائل أنه يوفرون اللي الموهبة اللي موجودة عندهم، تدري أهل المحافظة هم أدرى بلاعبينهم، فأحنا نخبرهم ونعطيهم الخبر أنه يعني يجهزون اللاعبين الموهبة، وإحنا نروح الكادر يروح يختار اللاعب اللي موجود، فما ممكن انت محافظه كامله ب 5 مليون 6 مليون او 4 مليون لاعبين او خلينا نقول مليون تبحث عنهم كلهم، لا اكيد تختار اللاعبين اللي موهبه اللي عندهم، فهم اهل مكه ادرب شعابه يعني ممكن اكو بالشهر السابع اكو، حتى اذا ماكو فاعتقد التطوير ما ينجح اذا ما تكون هناك منافسه بين اللاعبين. انا اتفق معك لان انت الجهد اللي يبذله المدرب بهذه الفئات العمريه اكبر من مدرب المنتخب الوطني.
الانديه يبني لاعب، لكن احنا يعني نكون دائما نكون منصفين شويه، لان احنا نكون مع الدائره اللي نعمل معاها. عندما تكون هناك تقشف، الاتحاد الان يمر بازمه ماليه، رضخنا لهذا الامر، مو رضخ وانما بقناعه من عندنا. وثاني شيء احنا قناعتنا يعني نكون نخدم، يعني هاي خبرتنا اللي موجوده اللي اكتسبناها برا داخل العراق وخارج برا، نريد نخدمها او نترجمها هنا في بلدنا. العراق يوافق رسميا لاستضافة بطولة الجودو للأندية العربية لاتحادات الشرطة الرياضية. نتابع. تم الاتفاق على أنه تقام البطولة في بغداد، وهذه هي أول مرة أن تأتي ما يقارب 13 دولة عربية في مشاركة في بطولة الجودو العربية للشرطة في بغداد. حقيقة هذه كانت من خلال جهود اتحاد الشرطة العراقي ومناقشتها بالجميع العمومية والجانب التنفيذية، على أنه العراق لم يستضيف أي بطولة منذ 25 سنة، وسنحدد الفنادق التي سيستقر بها الفرق. ولكن للأسف حقيقة أنه هذا في الشيء مؤلم، أنه فنادقنا حتى على المستوى العالي باستثناء فندق بابل، هناك فنادق في وقت الليل نرى فيها الهرج والمرج والأماكن اللهو والبارات والقضايا التي تسيء حقيقة إلى السياحة. فأنا أطالب من هذا المكان أنه هيئة السياحة تراقب هذه الأمور، لأنه وفود تأتي من بلدان عربية وقد تكون رياضية، فعندما ترى هذه الفوضى في الفنادق سوف تعكس وتعطي فد نظرة سوداوية. تحية أخرى مشاهدينا الأكارم، نبدأ محور كورة مع ضيوف الأعزاء، والبداية منك أستاذ طاهر. الحديث عن الميناء ربما لا يسر عدو ولا صديق، الوضع الإداري والمالي غير مستقر، تفاصيل عديدة. خلينا نبدأ بنبذة، شنو اللي جاي يصير هذا الموسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة تعرف أنت يعني الإدارة استلمت بظرف استثنائي، يعني أموال ماكو، ديون متراكمة، يعني كنا نطمح أنه الميزانية ترجع أو جزء من عدها يرجع، ولكن تفاجئنا أنه مليارين قرار مجلس الوزراء، علما بأنه الديون ضمن القرار، ضمن قرار مجلس الوزراء أنه الديون المترتبة السابقة تدفعها الشركة الراعية. تفاجئنا أنه كان صار اكو تلكؤ بها، تلكأت الشركة أو الوزارة دفع الديون، بقت نشتغل على المليارين. المليارين استلمتوهن المليارين؟ والله ما استلمنا، استلمنا جزء من عدنا، يمكن 800 أو 750 مليون، باقي لنا مليار وربع، وده يشتغلون علينا بالواحد على 12، يعني بالشهر تستلم 166. ال 166 بها عقود لاعبين، بها رواتب مدربين 11 لعبة، بها سفر، بها تجهيز. شنو 11 لعبة؟ 11 لعبة عندنا بالنادي الميناء، ب 11 لعبة؟ 11 لعبة بكافة فئاتها العمرية، يعني ناشئين وشباب ومتقدمين وحتى براعم وحتى باسكت عندنا للسلة، يعني ألعاب عندنا كثيرة. ومليارين هذول كلهم يأخذون رواتب؟ الكل ما عدا هسا هاي الفترة متوقفة، يعني دفعنا لهم قبل شهر راتب واحد وكان ما يستلمون لأنه فلوس ماكم ما تنطي. إلا عاد حق الفريق الأول يعاني مال الميناء، إذا أنتم الفلوس والميزانية مخلصيها على الألعاب الباقية أستاذ. لا هو إيش مستلمين هم الألعاب الفردية؟ بمجرد ان هم موجودين وهذا استحقاق بالبودره، هم اكو رواتب، اكو استحقاق واكو سفر واكو تجهيز واكو كل شيء لهم، وعندهم بطولات. ايش دعوه 11 لعبه؟ خلص هو هذا اللي جينا احنا الاداره، قلت لك احنا جينا بظرف استثنائي ولقينا 11 لعبه، ما ممكن انت تلغي. حسان مو ضد تعدد اللعبات، بس الظرف اللي يمر به الميناء استثنائي، ظرف مو طبيعي، ما تقدرون تحلون هذه الالعاب لانه مواعيدهم بالانتخابات كلهم انتخبوكم بصراحه. لا لا هي ما لها علاقه بالانتخابات اليوم، كل انسان هو كلهم بالهيئه العامه المدربين، حتى واذا بالهيئه العامه شنو اللي يصير؟ ما لها علاقه، الميزانيه ما تكفي، ليش ازيد عدد الالعاب؟ اسمح لي طاهر، انت مو احنا كنا متاملين انه الميزانيه ترجع، اذا رجعت الميزانيه ما ممكن تحرم الفرق مالتك. عندنا بالكارثيه ابطال العراق، عندنا ساحه ميدان ثاني على العراق، يعني ما تقدر ندور. يلا باقي الالعاب شنو محصلين؟ صالات شنو محصلين؟ صالات سله شو محصلين؟ لا لا هاي اليد شو محصلين؟ هاي فرق لا يد ما عندنا، خليني اتحدث فيك بشكل عام، ما يعني هسه اغلب الالعاب ما محصلين شيء، فرق كلها مشاركه الفريق الاول اللي هو واجهه الميناء. صحيح انا وياك واجهه الميناء صحيح، بس هاي الفرق ما تقدر تستغنى عنها لانه كلها واصله، واذا توفرت الاموال اللي كانت تنصرف سابقا. اذا 11 لعبه بصراحه لو اعطيكم 5 مليارات ما تكفيكم. لا كانت 7 مليار،
كانت 7 مليار سابقا. راح ذاك الزمن مال 7 مليار و8 مليار. هسه خلص راح. هسه هو بزمن ال7 مليار احنا سوينا بالمليار. هسه احنا ممكن نغطي. احنا نريد هسه المليارين بلكي تزيد. وشان حتى كابتن هادي يشتغل عليها. يعني تحيه لكن هادي. الكابتن هادي احمد كان مصمم على تقليل عدد اللعبات، هذه ما تنكرها صح لو انا غلطان؟ لا والله انا ما عندي معلومه انه يقلل اللعبات، ما عندي معلومه. ما ممكن ما مسولفين بهذا. لا ما هو صار فتره الرجل يعني حالته الصحيه. منو رئيس النادي حاليا؟ رئيس النادي هسه حاليا بالوكاله الاستاذ علي طالب. علي طالب وكابتن هادي مجاز ثلاث يعني حالته الصحيه. شلون باسمه هادي احمد؟ اسم يعني ما تقدر اسم وعلم تاريخ. عارفكم انا مبطل بالنسبة. لا تاريخ. اسالك سؤال قبل ان انتقل للكابتن، اعضاء الهيئه الاداريه للميناء تاخذون راتب لو ما تاخذون؟ لا ماكو شيء ابدا ابدا. سمعنا دفع بالآجل ماخذين 3 ملايين من 3 اشهر سابقا. هذا كلام. انا خليني اكون صريح. من اللي يطلع هذا الكلام عليه؟ ما اعرف والله بعد اللي يطلع منه، بس خليني احكي كحقيقه يعني حتى اكون صادق امام الجمهور وامام الاعلام. انا بالنسبه لي يعني رجل، انا قبل لا اكون اداري انا فني يعني مدرب يعرف كابتن عماد، فدائما اروح للمدينه الرياضيه، دائما انت اروح للقاعات مال الخماسي، دائما يصير عندنا بطولات بناء اجسام رباعه غيرها تايكو، اروح بسيارتي انا بسيارتي الخاصه. فاقترحنا انه يصير اجور نقل لاعضاء الهيئه الاداريه. مقترح ايش قد؟ 600. حتى الموظفين ياخذون اجور نقل؟ اجور نقل هاي موجوده. هذا مقترح. بس اللي صار شنو؟ رئيس النادي الحالي اللي هو الاستاذ علي طالب رجل قانوني، فسوى كتاب من الاداره للرقابه الماليه اللي هي مسؤوله عنه كل سنه ختاميه. رئيس النادي وكالة على العموم سوى كتاب للرقابة المالية اللي هي مسؤولة عن حساباتنا الختامية، فقالوا له ماكو مشكلة بأجور النقل. هذا حبر على ورق لحد الآن ما مطبق. ما مطبق. راح أتحدث. وهاي إشاعة يعني ما. قبل كابتن عماد قبل أن أخذ الاتصال. الوضع ما مطمئن لفريق القدم، خلنا نترك الألعاب الباقية، وربما هي وجود الألعاب الباقية مأثر عليكم أنتم كلاعبين الميناء، ما متعلمين نشوفه بهذه يعني شنو السالفة، شنو اللي جاي يصير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بالنسبه لي راح اتحدث الامور الفنيه فنية. كل هاي الامور الاداريه هي مؤثرة فنية. انا اريد اوصل رساله لجمهور الميناء. زين. هاي رسالتي يجب ان يسمعوها زين. جيد. الميناء يمر بظرف صعب واستثنائي. انا تمت مفاتحتي من قبل الاداره وعلى راسهم السيد هادي احمد. زين. بتدريب مهمه نادي الميناء على الوضع اللي مر بيه بالمرحله الاولى. نعم. انا بالنسبه لي كمدرب ما الوم اي شخص اللي عمل بهاي الفتره المرحله الاولى حتى كابتن عقيل. طبعا اشكره كابتن عقيل استاذنا وحبيبنا وصديقنا، وهو اللي اجى بنفس الظروف الصعبه. اجى نفس الظروف. ولا الوم الاداره الحاليه ايضا. السبب الميناء كان مهدد بالمشاركه بالدوري والكل يعرف. صح. قبل 5 ايام. صح. من الدوري الكابتن عقيل جمع اللاعبين وشاركوا، وحتى كانت أموال ماكو أخذوها من أحد الأعضاء بالإدارة وكابتن طاهر موجود. فالكل راد يخدم النادي في سبيل أن يشارك بالدوري، وكانت يعني مشاركته مهددة. اليوم من إجيت آني، صحيح أكو مشاكل مالية، صحيح أكو مشاكل تراكمات بالمواسم السابقة، مشاكل هاي كلها أنا ما أهتم لها. أنا فقط عملي مع اللاعبين. شفت أكو لاعبين بس يحتاج لهم بعض الروحية والنفسية وشخص مقابلهم يثقون به من خلال العمل. أغلب اللاعبين هم يعني كانوا أصدقائي البعض من عندهم، ولاعبين شباب أيضا لاعبين ممتازين يعني من صعدوا من الشباب اللي كان أيضا يدربهم كابتن محمد عبد الحسين وكابتن طاهر. نعم. فهاي المجموعة من إجيت واشتغلت وياهم أنا أعرف الظروف وما أبرر. يعني اليوم أنا صار 4 مباريات ما بررت ولا قلت السبب ماكو فلوس ماكو كذا وكذا، لا بالعكس أنا عندي طموح وعندي هدف لازم أوصل له بأن نادي الميناء هو الاتفاق مع الإدارة هو البقاء بالدوري. وحاليا هسه لو تسألني هاي النتائج الأربعة طبيعية؟ أقول لك طبيعية بالنسبة للظروف المرحلة الأولى اللي مروا بيها. زين. أشوفها طبيعية. يعني المرحلة الأولى خسر مع الكر، خسر مع السماوة، خسر مع البحري، فاز على نفط الوسط. الآن إحنا 6 نقاط أخذت و6 أهداف من 3 مباريات 6 أهداف وواصل كذا. هاي أمور الفنية اللي شخص اللي يريد يحلل. هاي كلها أنا أشوفها طبيعية وبدأ الفريق يعيد وضعه الطبيعي، بس يحتاج للوقت.
يعني احنا اليوم تكلمنا حتى مع كابتن مرات نجلس يعني كان هو ايضا مدرب ويفتهم ويعرف والباقي الاعضاء ايضا هم كانوا لاعبين ومدربين. الان بدا هم نفسهم كاداره يعني تكلموا قالوا بدا الفريق ينهض من مباراه لهم لا بس نحتاج بعض التوفيق. هاي المباراه الاربعه اللي لعبناها وخاصه مباراه نفط الوسط يعني الفريق ادى يعني انا اذا اقول لك بين الاربعه اذا قارن افضل مباراه نفط الوسط. زين خلينا نتحدث بالامور الفنيه قبل ان اخذ الاتصال مع الكابتن هادي احمد. نرحب بك اجمل ترحيب في برنامج كوره يا كابتن هادي ونتحدث عن الميناء. ما من الممكن ان تذكر الميناء وما تذكر هادي احمد. اسمك مقترن بالبصره وبالميناء، شنو اللي جاي يصير وليش قدمت الاستقاله بعيدا عن الظرف الصحي اللي كنا نعرفه؟ نتمنى لك الصحه والعافيه بالتاكيد. شكرا جزيلا حبيبي، اشكرك، تحياتي لك، تحيات ضيوفك الكرام، حياك الله. والله الحقيقه هو الاستقاله شيء يعني وارده، يعني انا قبل 6-7 سنوات انا يعني عرفت الوسط الرياضي. نعم. لكن الملح للناس يعني ووضع النادي المعنوي، وضع النادي قيمته المعنوية، قيمته بالمجتمع الرياضي، المجتمع العراقي، يعني تعرف نادي الميناء قامة كبيرة يعني. زين. فيعني اكو ناس قالوا يابا كابتن هادي انت هيجي ولازم ننقذ نادي الميناء، كنا اهل البصرة، الجمهور، محافظ، مجلس محافظة، شيوخ، قائد شرطة، كلها نحن كنا نتكاتف في سبيل أن ننقذ نادي الميناء. زين. الحقيقة من استلمنا المهمة يعني تعرف الكلام صار يعني هيك يعني هبة على كل، مو مشكلة هسه أنا مو على مود الاستقالة، الاستقالة يمكن حالتي الصحية يعني دعتني أن أستقيل من النادي، لكن أنا قلبي النادي. شنو اللي يختلف حالتك الصحية كابتن هادي؟ أنت قبل الانتخابات وبعد الانتخابات نفس الشيء يعني ما شاء الله عليك. هي الحمد لله وشكرا، هي شهرين هسه مو أنا جايك بالكلام يعني، شوف أنا جاي أريد أوصل إلى نتيجة. قبل 14 سنة قلنا يا بالأندية العراقية يعني شنو امتيازاتكم المعنوية والمادية؟ شنو قيمتكم أنتم؟ هذا رئيس نادي وذولك أعضاء هيئة إدارية، مو انتم كلكم تحكون بالفضائيات تقولون احنا ايش ما عندنا فلوس، الجمهور جاي يصيح عليهم، حتى الجمهور ما يدري هذا رئيس النادي منين يجيب فلوس، منين جاي يجدي، ذاك كذاب رئيس محافظه، ذاك كذاب المحافظ، ذاك رايح متواصل ويا احد الاحزاب، يعني احنا الرياضه العراقيه وين ماشي، وين رايح يعني؟ نعم. احنا الانديه العراقيه يعني هسه كلام الاخوان انت قلت لهم الفرق البقيه ما ترى على الفريق القدم، يعني بس يبقى فريق القدم بالانديه مو انا احكي عنك نادي الميناء. زين. نادي الميناء لغى الالعاب، الزوراء لغى الالعاب، بقيه الانديه لغت الالعاب. زين الرياضه العراقيه وين راح يصير؟ مو احنا كنا مو نقول اسياد، لكن حديث مو عن الغاء، الحديث عن تقليص. انت ما كنت صاحب فكره تقليص بعض الالعاب؟ انا ما اقلصها لو تنقلب الدنيا ما اقلصها. ليش؟ اذا انا قلصتها فلا حسن يقلص وعلاء يقلص وفلان يقلص، زين احنا وين راحت الكره؟ طيب اذا الميزانيه ما تكفي شو اسوي؟ شنو الحل برايك؟ مو هذا بيت القصيد، هذا لازم انت وش اسم الفضائيات الاخرى. جاي. قلت لك انا قبل 14 سنه اجيب الانديه سوي لنا قيمه، سوي لنا قيمه معنويه للانديه. شنو رئيس نادي؟ رئيس نادي مدير عام يعني بمرتبه وزير، شنو رئيس نادي يروح يجدي منا ومنا؟ زين رئيس النادي اللي بمرتبه وزير التقى بك الوزير كابتن هادي، طلبت منه اللقاء؟ مو هذا الحكي، هذا الحكي، انا من باب مدير عام 4-5 ساعات في تبين اهيئ مبالغ ماليه للاعبين، رواتب للاعبين، يعني هاي مو اذلال الي، هاي مو 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 كرامتي دنهان. انا من اجي ازور وزير، ازور مكرم معلم. منو اللي رفض لقائك؟ خلينا نسميهم بالاسماء، المن رحت ورفضوا اللقاء؟ انا ما اجيب لك اسماء. لا للوزاره شخصيا لو للموانئ. هاي سيد، هاي مو بس السنه، هاي سنوات سابقه. هذا عماد عوده، سأل عماد عوده راح وياي الاسيا. عماد عوده وين منين قال له منين كان هادي احمد يجيب فلوس؟ جت من وزير التجاره، من ابراهيم الجحفري، من ذاك جمعنا فلوس رحنا لاسيا. زين كابتن هادي بس سؤال، انت من فزت برئاسه نادي الميناء طلبت لقاء وزير النقل شخصيا؟ طلبت والله، حتى المدير عام هذا الدكتور صفاء. شنو كان الرد؟ قال راح اسوي لقاء، جاي اسوي لقاء وما في حد الان، يعني انا مو 24 ساعه كان باب. كم شهر كم شهر بقيت وما ما جرت؟ والله صار فوق شهرين اكثر، يعني اقلها من صار وزير نروح نبارك له، نروح نبارك له، نقول له مبارك، انت باخذ باقه ورد،
زين انت هسه خلي اسالك سؤال. المليارين اكو قرار مجلس الوزراء مليارين وتسديد الديون السابقه صحيح. المليارين مليارين مليارين صرفا المليارين بالنسبه انا نادي مؤسسه ايه. نادي مؤسسه لحد الان الموازنه اجت تعليمات من وزاره النقل قبل يمكن 12 ساعة 13 ساعة لا. زين السماوة سلموا مليارين الانديه البقيه سلمت مليارين ها طيب الديون السابقه هل سلمت الانديه الديون السابقه احنا انا حتى سايق مال الفرق حتى الشايشي يطلب نادي الميناء حتى الشايشي يطلب نادي الميناء زين الاستقاله زيان. شنو رسميا لا رجع فيها لو اكو امل ترجع هسه ما قال لك كابتن طاهر خلوا ايش اسمه استاذ علي قال وكالة ثلاثة أشهر وكالة هكا وكالة بعد هم نفسهم الهيئة الإدارية دزوا لي رسالة قالوا لي يابا لو تستقيل لو شو اسمه قلت لهم يابا أنا مستقيل أنا قبل شهر مستقيل ليش ما قلت أنا ما شنو يعني لو يعني تستقيل يعني شنو لو تستقيل ما افتهمتها أكو رسالة دزوا الهيئة الإدارية يعني أنا ما أقدر أمارس عملي يعني تعرف أنا رئيس نادي مثل رئيس نادي أروح للتمرين أحضر تمارين الفريق أروح للمباريات امارس عملي ولو هسه امارس عملي يعني امارس عملي بس خارج انت حاليا مجاز ثلاثة اشهر لو مستقيل لا رسميا لا مستقيل رسميا لا رسميا مجاز. لا رجع فيها لا ما قلت لك انا قبل اسبوعين قلت لك لا رجع فيها استاذ طاهر عنده ملاحظه عندك ملاحظه شنو تفضل احنا كاداره ايه؟ راضين الاستقاله احنا لا شلون تقولوا له لو تستقيل له لا ماكو هيك حكي احنا ردناه يجي ردناه يجي للنادي فقلنا له يابا انت اخذ اجازه 3 اشهر وتتعدل صحتك تصير زينه وارجع مارس عملك يعني احنا ما نقدر نستغنى عنه يعني استاذ طاهر يقول لك كابتن هادي يقول لك ماكو هيك حكي ما قلنا لك لو لا اقول لك سيد هاي حياتي الخاصه هاي انا عمري 68 سنه انا اتوجه لعائلتي اتوجه لحياتي الخاصه اروح امارس انا صار لي 50 سنه او 48 سنه في النادي هذا اكو شباب هسه يعني اتمنى هم يقودون النادي ولو خبرتهم قليله لكن يمارسون العمل انا اتخلى عن النادي الاداره مرفوضه يقولها اعلنها مرفوضه انا اعلنها هسه حاجه واحد وياه استقالته مرفوضه من رئيس النادي بالوكالة مرفوضة استقالتك مرفوضة هادي مرفوضة سيد أنا قبل يومين كاضي الدائرة صار يومين كاضي الدائرة أنا هتجاوبك ليش خميس واربعة أنا كاضي الدائرة خميس واربعة حصلت المبلغ رواتب لأن أنا لازم أعمل رواتب اللاعبين أنا عماد من خابرني قلت له تعال عماد اللاعبين جبناهم شو اسمه الولد من الزوراء محمد شوكان يعني بس قال لي تعال يجي يعني ماكو اي اتفاق بس قال لي هذا ناديك تعال محتاجك فقط اذا انا اشكرك جزيل الشكر كابتن هادي قبل 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 لا تشكرني نعم اقول لك انتم تنقذون الرياضه العراقيه انتم الفضائيات كلكم هسه اي لو تسوون مؤتمر وتحطون كرامه للرياضه حلو حطون كرامه للرياضه لان الرياضه رايحه بمنحدر كلش رهيب لا نقول ذاك استقال وذاك الجمهور فلان الفضائيات الجمهور يصيح على هذا على المدرب والجمهور يصيح على الهيئة الإدارية وش اسمه بواقة وحرامية لو نسوي شيء للرياضة زين واحنا كلنا تكاتف انا نادي خاص انا هادي احمد نادي الميناء مفتوح للأندية كلها اي واحد يجي هسه قد نسوي مؤتمر نحفظ كلامة الأندية ونحفظ كلامة الهيئات الإدارية طيب هذا دعوة من عندي أنا أشكرك جزيل الشكر وكرامتكم محفوظة لكن العتب على اللي ما يطلع ويصرح إحنا وسيلة إعلام أنا مو ذنبي أجي أحفظ كرامة سين وصاد هو الهيئة الإدارية من تحافظ على كرامتها ومن خلالك أوجه رسالة للي وزارة النقل يعني قام عملاقة وكابتن مثل هادي أحمد رمز من رموز الكرة العراقية يطلب لقاء بالوزير أشهر ما تجي الموافقة وكأنما هو جاي يستعطي من الوزارة لو يروح لمدير عام أحد المدراء العامين يخلي 4 ساعات واقف بالباب وما يلتقي بيه بالتالي أو يلتقي بيه وماكو نتيجة طيب شنو شلون أنا أقدم كرئيس نادي شلون أقدم لفريقي هذا سبب رئيسي أنا عرفت يعني أبو بسام قريب عليه وأعرف أبو بسام بال 2005-2006 من كانت الإدارة السابقة 2005-2006 كان كابتن عماد لاعب يعني كابتن وبسام وكابتن جليل كابتن محمد كابتن نزار الله يرحمه جابوا فلوس بجهود شخصية يعني من المحافظ من إبراهيم الجعفري من غيره فأبو بسام متعود على هاي الشغلة بس متعود بالأصول بالأصول يعني أبو بسام إحنا بالبصرة وكل الجهاز العراقيين كلهم
ينظرون له في منظار يعني رجل يحمل اخلاق رياضي مؤدب ابن عائله افتهم فمن تروح على باب موظف عادي مو كوزير او كمدير عام موظف عادي يوقف ابو وسام ساعتين ثلاثه على مدير برواتب اللاعبين وهذا سبب رئيسي مسحوب للكابتن فلاح حسن ايضا هذا سبب رئيسي للاستقاله ابو وسام انا احكيها واحكيها على الاعلام وانا مسؤول عن كلامي ابو وسام ما يروح على اي موظف عادي بغض النظر عن كان وزير او مدير عام يعني مدراء اقسام يعني ما يجون لابو وسام ينتظر ساعتين وثلاثه في سبيل يجيب رواتب الفرق يعني لهي المرحله وصلنا لهيك مرحله انه البعض وسام ربما يسال يقول شنو ما الذي اختلف باداره جليل حنون والاداره الحاليه الاوضاع نفسها الازمه الماليه نفسها شنو اللي اختلف لا هو شوف هو الخلل مو باداره جليل يعني هو جليل بوحده اشتغل جليل رجل تعاقد على ميزانيه 7 مليار زين لما نتفاجئ بالمليارين هو متعاقد ويا اللاعبين والمدربين فبعد جليل اذا وقفت عليه الوزاره وقفت الفلوس والمبالغ منين يدفع جليل هو او ادارته لعد اذا ما مذنب ليش طلعته انتخابات ديمقراطيه هاي يا انتخابات غير صارت حرب طاحنه الله يخليك طاهر انتخابات اطلع وملفات فساد واكثر من ضيف طلع وياي يقول جليل هسه اللي هسه اللي عنده فساد اللي عنده معلومه عن جليل عنده فساد او غيره يقدمها للقضاء ما كنت موجود بهذه الاحداث انا موجود بالاحداث بس ما عندي دليل حتى اتهم جليل او غير جليل لو عندي دليل اتهم اي واحد وادخل بعيون انا معروف يعرفوني اقول له انت هيك عندك إذن بس ما اختلف شيء بين اداره جليل وادارتكم الحاليه لانه اكو ازمه ماليه وانا من هذا المنبر اناشد لانه عندنا هسه البارحه رئيس النادي بالوكاله بالاتحاد المركزي يا دوب حصلنا لنا 10 ايام يعني 10 5 النادي ينزل خل تسمع يسمع الجمهور مهدد بالهبوط درجه ثانيه وخلي يسمع الجمهور انا كابتن طاهر وخلنا اعلنها جاهز هسه صاحب المبالغ يجوز ما يقبل بس انا خلنا اعلنها يعني انا جايب 6 ملايين ونص من كابتن محمد عبد الحسين فريق واقف وكابتن يعني عماد منتظرني داين لو شنو دينه تندين من كابتن محمد عبد الحسين وكابتن عماد يدري جيتكم البغداد اي ساعه ننتظر ساعه بالسياره تفاجئت انا بكابتن طاهر قلت ليش ما نطلع ما عندنا فلوس لا اللي اندزيت الاداري على مود فلوس راح يجي من كابتن محمد عبد الحسين انطاني 6 مليون يعني هاي البصره ام الخير والميناء ممثل هذه المحافظه العريقه الغنيه ينتظر والله ساعه بالسياره ما عنده فلوس يروح يتداين حتى يوصل يجي بيها البغداد حتى اللاعبين خلي احكي لك شغله يعني العراق خلنا نحكيها وانا مسؤول العراق وين عايش بمن بنفط البصره وموانئ البصره 3 مليار ديون ما حيدفعهن لا وزير ولا رئاسة وزراء ولا اي مسؤول العابنا واقفه عندنا ابطال ترى بالكراتيه وبالبناء الاجسام والساحه وميدان عندنا ابطال ما جاي نعطيهم رواتب يعني شنو 3 مليار ويا البصره هسه ارجع بالليل للبصره البصره مشتعله زين ابارها مشتعله سؤال قصير حتى انتقل للكابتن نفط الجنوب ايضا من انديه البصره ايضا يعاني والله أسأل شوف المليارين بس على الميناء أنا أعتقد بس على الميناء أها إيه أعتقد بس على الميناء لأن هسه أنت شوف هسه ما أعرف والله شوف نادي الشرطة إذا خلافهم واضح مع الإدارة أكو أزمة ثقة بينكم وبين الموانئ هذا اللي أفتهمه أني لكن الحديث عن موضوع فني وأنا أجي أطالبك بنتائج بهذه الظروف مستحيل كابتن والله أنا أعمل بالموجود بصراحة ما دام يعني أنا اليوم من خابرني كابتن هادي وأرفض له طلب تدريب نادي الميناء يعني الكل يلومني طبعا يعني يقول لك انت بالامور تدهور الفريق انت ما اجيت دربت الفريق تجيني من الصيراني زين يعني انا بالحالتين هو ضليت هي تعتبر مجازفه بصراحه يعني. هي مو مجازفه انا بالنسبه لي عندي قناعه وعندي ثقه بجميع اللاعبين ما دام عندي ثقه باللاعبين بين الفريق ممتاز وحتى يعني ما عندنا وكابتن طاهر موجود ما عندنا اي مشكله يعني بين كادر تدريب ولاعبين بالعكس التمرين ممتاز وجاي يعني منضبطين الفريق لكن مرات تصير خلافات بيمن مثلا تأخرت الرواتب اللاعبين هم عندهم عوائل هذا استحقاق هنا انا بصراحه حاليا اكو لاعبين اكو شيء ما مستلمينه من المستحقات يطلبون شهر بعد شهر كان شهرين وحاليا 1/5 لازم استحقاقهم يعني يصير شهرين زين انت عندك لاعبين محترفين يعني لاعبين محترفين حتى من كان عندنا ايدن وقوران هم كان عندهم خلافات بالرواتب واشتكوا على النادي هاي السنه صحيح لو ما احنا والاداره اللاعب المحترف ما معني بازمتك الماليه انت جايبه حتى تصرف له صحيح صحيح اللي كان ما معني انت عندك ازمه ما عندك انت من جايبني محترف تعطيني فلوسي صحيح حتى اللاعب المحلي لا من حق انا ويا اللاعبين صحيح يعني المشكله اللي تصير عندي فقط اذا تاخرت الرواتب فقط اما الجانب الفني التدريبات المباريات انا مقتنع بها وحتى النتائج اللي البعض يشكل عليها
أشوفها شيء طبيعي. يعني أنا كنت أتوقع تقديم استقالتك من تدريب الميناء بسبب هاي الظروف، لكن أنت عارف بالظروف وجيت دربك. لا يعني ليش قدمت استقالة؟ مستحيل مو بهاي الظروف. لا أنا شوف راح أكون صريح حتى الكل يفتهم شنو اللي صار. إحنا بعد مباراة نفط الوسط نقول بعض من الجمهور، ما نقول جمهور الميناء، البعض البعض. أنا قبل المباراة سمعت من راح الجمهور، بعض من الجمهور راح يصيح على الفريق في سبيل يعمل مشكلة. البعض، أنا مو الجمهور، البعض اثنين ثلاثة. اثنين ثلاثة يأثر بقياس جماهير؟ لا هو صار تحرك، صار تحرك بس مو علي، التحرك مو على الفريق. على الفريق، على الفريق، على الإدارة ما أعرف. زين. بس هو صار تحرك وجاني الخبر قبل يومين مباراة، قلت شيء طبيعي يعني. عبانا من الفريق راح يخسر، يعني مو زين راح يخسر، حتى البعض هذا اللي صيحوا على الإدارة، وصحيح صارت تعادل الفريق بس مستوى ممتاز بالنسبة للظروف المرحلة الأولى، يعني شيء طبيعي أنا يعني بالنسبة لي. وعدي أنا يعني شهرين صار لي مع الفريق. حلو. هذا الفريق وراح أشوفه إذا أنا باقي أو ما باقي، بس هذا الفريق واللاعبين ممتازين ويقدر يوصل للشيء اللي إحنا نريده بالوقت الحالي. بهذا الموسم لو بالموسم؟ لا هذا الموسم. ما أقول الموسم المقبل. لا الموسم نبقى على هذا الظرف. الموسم المقبل لازم إحنا نشوف الإدارة ونشوف الأمور المادية وشنو يردون. صحيح. هل يردون ينافسون؟ راح أتحدث الموسم المقبل سبب استقالتك الجماهير؟ لا مو الجماهير. لا سبب الاستقالة بعد المباراة والجمهور اللي صار ضغط على الفريق. أنا بالنسبة لي ما حمل اللاعبين، لأن اللاعبين هم جزء من الـ من الـ من النادي. ما يصير أنا اليوم تعادل مع نفط الوسط أنا جي ألوم اللاعبين وألوم الكادر التدريبي، مستحيل، لأن أنت جاي تعمل بظرف صعب. والكل لازم يتكاتف في سبيل قاضي النادي. طيب الجماهير مو من حقها تزعل على نتائج الفريق بشكل عام اللي مو أنت تتحملها كل هذه الظروف اللي حكينا بيها. جماهير أكو جماهير تعرف تفاصيل النادي وتعرف المشاكل وتعرف كل شيء. جمهور الميناء من حقه يطالب ومن حقه يشوف فريقه ينافس. حلو. ومن حقه يشوف فريقه. هذول الأشخاص اللي ذكرتهم شنو مصلحتهم؟ هذول الأشخاص هو صار تحرك على بعض من الجماهير. شنو مصلحتهم؟ ما أعرف شنو مصلحتهم. خلاف مع الإدارة. مصلحتهم إدارة أو بس لا مثلاً إذا عندهم مصلحة والإدارة خلي يروحون للإدارة مثل لا يخلون هذا العمل اللي أنا جاي. لا يأثرون على الفريق. لا يأثرون على الفريق لأن هذا الفريق. زين انتم مو عندكم رابطه والتراس يعني كلهم يوقفون بوجه هذا كلهم يشجعون كلهم يشجعون خليهم يوقفون بوجه ذول القليلين هو انا هذا اللي اريده انا اليوم رسالتي للجمهور اوقفوا مع الفريق مو مع الاداره هسه الكابتن طاهر موجود يزعل من عندي او ما يزعل لا براحتك لا توقفون مع الاداره اوقفوا فقط مع الفريق اللي يمثل في سبيل المحافظة يمثلكم في سبيل نرتقي وحتى لا يهبط الفريق الحال حاليا مركز 14 والفرق كلها يعني مساوية 24 زين قابل الجماهير بمركز 14 مو احنا هسه من اجينا صارنا شهرين لا انا احكي وياك مو كمدرب لا هسه بالوقت الحالي بشكل عام هسه انت تسالني هالوقت الحالي شنو المطلوب نتكاتف لو مشاكل المفروض نتكاتف انا بالنسبه لي اريد الجمهور يوقف بهاي المرحله مع الفريق بس خلينا نعدي هذا الموسم والموسم اللي يجي اذا ما الفريق ينافس انا ما ابقى زين وين يوقف الاهم الجمهور يقول لك انت الاداره ما موفر لي باصات اجل بغداد اشجع فريق شلون اوقف شلون اهتف للفريق والفريق محتاجني استاذ طاهر بصراحه يعني عتب واضح هسه انت قلت لي احنا عندنا ازمه ومتداينين بس واجب الاداره ان توفر على الاقل خمس باصات للجماهير استاذ علي انت تعرف بس هاي اللعبه الاولى خلي الجمهور يسمعني هاي اول لعبه ما توفرون بها اول لعبه هاي منوفر بها كلها وحتى من كان كابتن هادي وامين السر اول ما نعطيهم رؤساء الروابط نعطيهم فلوس يجون سيارات بس هاي هسه انا قلت لك اول ما جيت قلت لك احنا اقترضنا فلوس السفره شلون نوفر للجمهور ما عندها سيارات خاصه بها تفرغ لكم اياها بهيك مناسبه ما اعتقد عندهم سيارات يعني حتى اذا عندهم ما اعتقد سيارات يعني بس اكد هذه الملاحظه هذه المباراه الاولى امام الزوراء انتم ما وفرتوا سياره الباقيات كلهم وفرتوا خارج موفرين سياراتي كلهم موفريها بس هاي لانه قلت لك اقترضنا فلوس من كابتن محمد عبد الحسين وجينا الجمهور زعلان عليكم يقول لك انتم جاي ننافس على الهبوط احنا الميناء واجهه البصره ساد علي شنو المشكلة مو أنا حكيت لك بالبداية إحنا جينا بظرف استثنائي صارنا يعني الموسم الأخير يخلص الظرف إحنا كل موسم الميناء ظرف لا استثنائي لا إحنا أنا خلي أحكي لك إياها أنا هسه ما أكون صريح وجزء أمثل نفسي أو غيري جيد أنا اليوم يوم 10/5 إذا ما توفرت الأموال
ودفعنا الديون مال المحترفين ومال اللاعبين ومدربين المحليين انا هم على استقالتي، لان مستقيل من يهبط الفريق درجه ثانيه. لا ما يهبط، لا ما يهبط الميناء، ما يهبط. انت تستقيل وهذا احمد يستقيل وفلان يستقيل والحل ما نقدر نشتغل، ما نقدر نشتغل بدون الاموال، ما نقدر. ما عاد ثقه بيكم الموانئ، تقول لك ما عندي ثقه بيكم. لا لا هم يعرفون ليش ما يدعمون الثقه. خلاص ما اعرف هم شنو ببالهم يدور، شنو يدور ببالهم من الشركه ما اعرف. ببالهم اداره تغيرت، رئيس نادي تغير. شنو تغير؟ اربعه من الاداره كانوا ويا جليل. هسه كان هسه كان مثل صح لو لا بس اعطيني هاي المعلومه. لا شنو اللي تغير من الاداره؟ اربعه من اداره جليل حنون ما يخالف ما قال هسه هم ما تغيرت الاداره بس جليل تغير. اسمح لي، الكل يقول هسه ما جابوا طاري هم اداره جليل او ماذا، يقولون جليل حنون. هسه جليل حنون راح بس ادارته باقي. اسمح لي، راح جليل حنون، جاء احمد وفروا الاموال. هسه مو لادي احمد ولا الاداره، وفروا هذا الفريق، وفروا الجمهور البصره، وفروا سمعه البصره، مو راح يروح نادي الميناء برجلي. تقوم انتم بيانات حسابيه كل موسم للمصروفات، يعني ربما تقول لك احنا خايفين الفلوس ما ادري وين جاي تروح. اكو رقابه ماليه هي المسؤوله، واكو رقابه ماليه بدا بشركه المواني، وخلي المقصر ياخذ بالقانون ياخذ مجراه. طيب مو عندكم محافظه ومجلس محافظه، شنو دوره؟ خلي المقصر يروح يشوف، شوف الدوله، خلي المقصر منه وشوف الدوله. لا تصير يعني واحد يضم للثاني، خلي احكيها المقصر شيلوه. منو من يضم للثاني؟ اي واحد يعني الدوله، هي الدوله، انا اقول لك الدوله، دولة واحد الرقابه الماليه النزاهه اي واحد. المقصر انا اقصد لك على اي مقصر، اي مقصر تاخذ الدوله. اداره جليل حنون مقصره لو ما مقصره بالسابق؟ والله كلام بس كلام. اي انا اقول لك بس كلام، ماكو شيء دليل. انا عندي مادي هسه كطاهر، ما عندي دليل مادي عن اي واحد. أي. ليش اتهم الاخرين؟ طيب هسه ما كنا تقول اداره جليل. ليش كان المستهدف جليل حنون وبقيتوا ادارته وياكم؟ كان خليتوه ايضا يدخل يعني هو العيب بس بكابتن جليل؟ انا هو ليش؟ هذا السؤال يعني هو العيب بس بجليل لو بالاداره كلها؟ لا ما اعرف انا هسه انا محجيت لك بالبدايه. كابتن جليل وكابتن هادو وكابتن محمد وكان كابتن عماد لاعب وصلوا لابطال اسيا وكانوا يشتغلون سوا. منو خلق هاي المشكله؟ من يعني من اللي خلقها؟ ما اعرف والله منو اللي خلقها. شوف اسال اي واحد منو خلق المشكله. لا اذا انت الناطق الرسمي باسم الهيئه الاداريه او الاداريه ما تعرف منو خلقها؟ والله ما اعرف. ليش بعد اجاوبك؟ انا صريح وياك هسه بالانتخابات كابتن هادو وكابتن جليل قاعدين سوا، هاي انتخاباتنا اللي فاتت ماكو مشكله. الحسابات الختاميه بزمن جليل حنون استلمتوها ووصلت للنزاهه لو ما احنا ما احنا بالنسبه لنا ما استلمنا اي شيء، ما استلمنا بس اكو بس اكو اوامر اداريه واكو قرارات واكو عقوبات، استلمنا قسم من عندها والقسم الثاني بعده جاي يستلمها من يسر النادي. اذا بالمحصله غدا مباراه مهمه امام الزوراء كابتن عماد، ويعني البعض بصراحه قلق. هسه هم الجماهير اجوا لبغداد على حسابهم الشخصي لكن قلقين على وضع الفريق وهذا حقهم. حقهم، انا مع الجمهور، لكن هو هذا اللي موجود. بس انا كمدرب دائما اخلي الكادر التدريبي واللاعبين بعيدين عن المشاكل الاداريه. هذا هو العمل قبل بهسه اللاعب كل شيء يدري. لا هسه اللاعبين متجاوبين. اي بس يدرون اكو ازمه لو ما يدرون؟ يدرون اكو. اللاعبين يدرون داينتو فلوس وجيتو بس بتعاملنا بهذا تعاملنا مع اللاعبين والاحترام الموجود بين اللاعبين بعضهم بين اللاعبين والكادر التدريبي، يعني بعيدين عن مشاكل الاداره. الاداره هو عملها توفير الاموال فقط. هذا اللي بالوقت الحالي اللي نقدر عليه، وانا عندي ثقه. ما دام عندي ثقه خلص. ليش ما عندك مساعد مدرب؟ انا المساعد قدمت يعني قبل شهر قدمت على مساعد، لكن هي هم نفس الاموال. منو الاسم اللي رتته؟ سالم نيروز. طيب وعلي جاسم. بس الاداره رايده غير اسماء هيك المعلومه اللي لا لا مستحيل. لا مستحيل. ليش ما وافقوا على المساعد مستحيل. اللي قدمت؟ بالعكس انا قد اول مره قدمت الكابتن سالم نيروز وعلي جاسم لاعبين نادي الميناء. من اجيت بالاجتماع وعرفت الوضع المادي صعب بالوقت الحالي، يعني مساعدين اثنين على هذا المدرب. لا لا بس عندهم ناشئين وشباب على هالمدرب. بس اسمح لي، بس اسمح لي. من اجيت بالاداره هم كابتن لا كان ما عندنا اجتماع بوقتها. لا 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 من بالاجتماع، من صار الاجتماع. ايه من صار الاجتماع انا طلبت تأجيل المساعدين. انا طلبت. ليش انا طلبت؟ قلت لهم بالوقت ضروري كابتن انت ما ايش تسوي؟ لا مو انا سوني جاي، انا لازم اعرف وضع الفريق الان. انت بحاجه الى مساعد لو لا؟ انا حاليا بحاجه الى مساعد. بحاجه الى مساعد وفروا لي. بس المساعد اللي اخذنا به قرار يعني قبل اليوم، قبل يوم من اجتماعنا اخذنا قرار بكابتن سالم. أيه. وعلى اساس امين السري قاعد يتفق وياه على شروط العقد وبنود العقد. زين. إيه؟ تفاجئنا انه كابتن عبد الرحيم استلم نادي البحري بعد كابتن سعد حافظ تحيه لهم ووقع الكابتن وقع السالم نيروز واحنا ماخذين قرار بنفس اليوم. انا يعني حاليا بعد مباراه الزوراء وبعد مباراه النفط، يعني الزوراء او النفط انا اللي
علي أقدم اسم من الأسماء اللي تخدم نادي مستلم ميناء. استحقاقاتك حقوقك أكو فد اتفاق عقد يعني حتى من إجيت من خابرني كابتن هادي أنا كنت بتركيا من خابرني يعني قال لي النادي محتاجك وريدك توقف مع النادي يعني يمكن 15 ثانية الاتصال اللي صار رأساً قال لي تعال احجز وتعال اجيت يعني ماكو اي اتفاق يعني ماكو اي اتفاق بعدين جي. من اجيت ويا الاداره صار اتفاق استلمت مستحقاتك لو بعد هلا موجود انا ويا اللاعبين حالك حال اللاعبين حال اللاعبين زين خلا اخذ الاستاذ علي فاضل عضو الهيئه الاداريه السابق طالب مداخله تفضل استاذ علي بس يا ريت باختصار وقت ما عندي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله حبيبي سؤال مساء عليك وعلى ضيوفك الكرام كابتن عماد وكابتن طاهر اهلا وسهلا بك تفضل طبعا بالبدايه نشكر يعني على مود اختصار يعني نشكر السيد عقيل هاتو لانه جاب وقت متاخر وسوى فريق والحمد لله والشكر بسه بس انا الملاحظه الوحيده اللي عندي على الاداره يعني كنا قبل ست اشهر قبل اقاله عقيل هاتو ندري بالسيد عقيل هاتو راح يطلع مثل ما تعرف كانت بطولة أمم آسيا 50 يوم توقف الإدارة شو المانع يعني من كان يردون يطلعون عقيل هاتو أو يسمون عماد أو أي مدرب معها مع اعتزاز بالكل كان يقدرون ينطون فرصة لعماد عودة يجي خلال هاي 50 يوم وانتقالات مفتوحة يقدر يجيب لاعبين وطعم الفريق خلوا البطولة آسيا تمشي انتهت انسدت انتقالات انطوا مباراة واحدة والنوب جابوا السيد عماد عودة هذا تخبط بعمل الإدارة خلي جاوبك يعني أستاذ طاهر أستاذ علي شنو ملاحظتك والله شو حقيقة يعني ما كانت تكونية إذا كان هو سامعني من أي طرف يعني من أي عضو إداري أنا بالنسبة لي كنت واقف سند العقيل يعني كابتن عقيل ويدري أنا قلت راد عقيل كانت أكون فكرة قبل هاي الاستحقاقات وقبل الانتقالات فقلت لهم أنا كنت حنكون صريح وياك عقيل لم فريق حكاها كابتن عماد لمينا فريق لم حتى من الشباب حسب معلومات من الشباب ولمينا فريق لم وجابه يعني كابتن اسعد وكابتن عقيل هي المؤقته لموا فريق من اي مكان وجابوا لعبوا زين انا لما تجي فتره انتقالات واجيب لاعبين اجيب محمد شوكان واجيب عمر واجيب حمزه عدنان واجيب لاعبين هل من ممكن اقول لعقيل تفضل اطلع تعال اي مدرب قلت لهم لا عقيل نعطيه 4 لعبات 5 بوجود هاي اللاعبين هاي 50 يوم عدة فكرة هذا رأيي هذا رأيي أنا رأي غير ما أعرف بعد أنا بس أنا أقول لك كانت التسمية متأخرة لو منطين فسحة للمجال الكابتن عماد عودة كان يقدر بعلاقاته عند لاعبين دربوا هاي أندية جي خلاني أسألك أستاذ علي فاضل لو سمحت خلاني أقدم لك سؤال أنتم عملتوا بالفترة السابقة شنو اللي سويتوا للميناء هواي سوينا مثلاً هواي سوينا يعني انجازات خدتوا دوري العاب الفرديه لا احكي لي قدم اليوم محورنا قدم شنو اللي حققته الدوري من الصعب فرق المحافظات تاخذ الدوري ليش بزمن السبع مليارات صعب لا لو تحط 100 مليار لو تحط 100 مليار خلي الاتحاد يسمعني وخلي الاولمبيه تسمعني وخلي اي واحد يسمعني فرق المحافظات مظلومه تجي يعني تفوز لازم انت تفوز على جمهور وعلى ملعب وعلى حكام كلها ضدك هسه انطي 20 مليار النادي الميناء وانا اتراهن على اي دقيقه اعطيك 20 مليار ما تاخذ دوري اعطينا 10 اخذ دوري اي انا اقول لك اعطيني 10 اخذ دوري لا هذا كلام هذا كلام انا شكرك جزيل الشكر استاذ علي فاضل لا اكو ملاحظه ثانيه خلي وهي سبب وسبب التدهور النادي ترى هم ثلاث اشخاص يعني اللي هم النادي اللي هم عطان ووزير النقل السابق وهادي احمد فنجان وهادي هادي احمد ليش ابن هادي احمد اقول له هسه انت جاي تدافع للميناء كما تجين تدان انت كنت تروح لوزير النقل تقول له وقف الاموال على نادي الميناء وانت تروح المدير عام تقول له وقف الاموال على نادي الميناء هسه صارت بيك انت وقفت الفلوس عليك وعلى ابنائك وعلى ولدك وعلى لاعبي نادي الميناء ما وقفت طيب. على علي فاضل ولا على جليل. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ علي فاضل لكن ملاحظتك بخصوص 7 مليارات ما تقدر تجيب دوري هاي عليها أكثر من علامة استفهام معناها الإدارة ما تعرف تشتغل مع احتراماتي لكل أعضاء الهيئة الإدارية ورئيسها 7 مليارات ما تقدرون تجيبون دوري الميناء واجهة البصرة وهذا الجمهور اللي عندكم اللي واقف وياكم بالسراء والضراء 7 مليارات ما تجيبون دوري الآن أذبل لهم على هادي أحمد وعلى مدري منو
والله ما أعرف شنو اللي أقوله، بس عندي سؤال. أكو بطولة صارت بطولة باريس الودية، راحوا شباب الميناء في وقتها على حسابهم لو على الهيئة الإدارية؟ لا لا، هاي فلوس قسم من كابتن محمد، خلنا أحكيها لك أي. الله مكنه وعنده، وقسم جابها من المحافظ وقسم من الوزير. أنا كنت مدرب وياه. إيه دعموا الفريق، ليش تروحون بهيج بطولات؟ دعموا الميناء بهاي الفلوس، ليش تروحون الباريس؟ أنا منروح هي بطولة ودية مال البلديات، الله يحفظك كابتن. لا ها بطولة مال المنتخبات. لا تسمح لي خلي أحكي لك. هسه رجعنا فتحنا هذا الباب. شقد هربوا من الميناء قبل لا تفتح؟ شقد هربوا من لاعبين الميناء من باريس وراحوا؟ أبد أبد قاعد منين هربوا؟ سمعنا أربعة وخمسة. أبد أبد، هاي فرق مو فرقنا، هاي فرق بغداد. فرق بغداد هم اللي هربوا. بغداد لا تجيب، احنا ناخذهم أنا ومحمد مستحيل، وناخذ تعهدات عليهم. خل اتفق على فت قضيه انا وياك، وانا راح ايدك. فرق بغداد هي اللي هربت لاعبين الى باريس. لا فرقنا. اذا بطوله مشبوهه وبها ناس تهريب، ليش تشاركون بها؟ مضطرين؟ انا خلني اسمع، انا سامع عنها بس ما من انا ملحق. انت رايح بيها شنو سامع؟ لا لا مو بطوله فرنسا. خلني احكي لك على البطولات اللي قبلها اللي سبقتها. أي. يعني هسه ماكو بها رياضيين جاي ياخذون بطوله جوتا وبطوله هلسنكي مع الرواد من وزاره الشباب؟ اكو لو ماكو؟ المفروض اكو. مو؟ لعد هاي مو بطولة باريس الدولية واحنا ماخذينها، ليش ما ناخذ بها؟ ذولاك لا على راسهم ريشة. أيه. لأن لعبوا بها فلان وفلان وفلان. منو فلان؟ اعلنوا. قولوا فلان وفلان بشجاعتك، هاي قول فلان. لا أنا شجاع والكل تعرفني. والنعم منك. وصريح. قول فلان وفلان راحوا. هم يعرفون هسه بطولة السنك اللي من راحوا منهم ومن أمه. وبقتنا نلعب كلنا احنا شباب. منو؟ هسه احنا مو الناس لعبت وصارت لها فرصة لعبة منتخبات. أيه. احنا ما جتنا فرصة. أيه. يعني بصراحة يعني غير ما جتنا فرصة لعب منتخب العراق. يعني كان افضل من عندنا. أيه. فهذول من لعبوا ببطوله هلسنكي اخذوا بياخذون مال الرواد بها. وانا هسه اعرف لك اكو ناس يعني ما عندهم تاريخ بالمنتخبات جاي ياخذون مال الرواد، بينما انا استحق بطوله باريس. بطوله باريس دوليه وديه كل منتخبات العالم. هم عندنا لاعبين من الشباب شقد. ليش احنا هسه هذا يعني هم صعدنا لاعبين شباب. مبالغ ما السفر والروحه والرجعه. انا جايبها بجهه شخصي، انا جايبها بجهه شخصي باسمي. أريد أخذ فريقي. أريد أروح لأوروبا. هذا الجهد الشخصي الله يحفظك. أنا أريد أطلع منك هاي المعلومة. إيه؟ الجهد الشخصي اللي رحت جبت من المحافظ وما أدري منين حتى تروح لباريس. أدي نفس الجهد الشخصي. يعني هسا أنا أقدر أسمح لي هسا أنا. ما يخالف. يعني هسا أنا فضل ما عنده الرجال طانا 7 ملايين لا تفتح لنا باب. زين هو يدفع له 40-50 ألف دولار من جيبه الخاص. هسا أنا أعلنها والإدارة تدري. وهسا كابتن علي فاضل جاي يسمعنا. وهواي هم يعرفون بأنه محمد عبد الحسين جاي يدفع من جيبه حتى رواتب اللاعبين. سيارة مع النادي صلح محمد عبد الحسين. دين لو منه هيك عطيه. الله وكيلك من عنده يدفع. يعني لا دين دين. من عنده. دين شنو لا من عنده؟ لا 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 جاي صلح السيارة من عنده. تايرات السيارة من عنده. سعوف تايرات السيارة الله يحفظك. خلنا مو أنا أكون صح. كابتن قال لي. لا 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 مو سيارة. اسمعني ما سيارة ما لا ترجع الفلوس لا تخلط الاوراق لا لا مال اللي جينا به هسه لا لا جينا به اللي جينا به هسه هذا اللي دين دين بس من جاي اقول لك يصرف على فريقه محمد عبد الحسين جاي يتعب على فريقه ويصرف من جيبه الخاص من ياخذهم بطوله النرويج رحنا به بس احنا هم جاي نصرف هسه كابتن يعني احنا هم جاي نصرف احنا هم جاي نطي جاي نطي يعني احنا هم جاي نطي بس كابتن علي استاذ علي اخي شوف من المعيب جدا معيب جدا بين احنا نعمل بنادي عريق مثل الميناء وعنده جماهير عريقه صحيح. وانا انطي من جيبي اي أيوة والله يعني من المعيب لكن احنا يعني شنو نقول ما عندنا حل من اللي وصلنا ما عندنا حل مو صراعاتهم يعني انا عيب علي خلافات الاداريه وصلتنا إيه انا هسه كمدرب عيب علي مثلا انتظر ساعه وكابتن طاهر يقول لي والله ماكو فلوس راح نجيب راح نتداين راح نتداين يعني نادي مؤسسه موانئ مؤسسه يعني انا اروح اداين يخلف الله علي كابتن محمد عبد الحسين والاخرين هم اللي جوز الكل جاي يشارك بس تقدر بتقدر يعني الكل جاي يشارك حتى احنا حتى كابتن جهاد هم بالاول مباراه مع السماوه هم 4 ملايين كان كابتن عقيد هم 4 ملايين انطاها وراح انا انطيت اللاعبين هم نفس الشيء بس عيب علينا احنا يعني هاي المؤسسه وهذا النادي العريق روح نداين لو اعطي من جيبي حتى اللاعب ما تصير له قيمه اكيد يعني حتى احنا كمدربين ما لنا قيمه وهنا لازم تبقى تشتغل على نفسيه انا اللاعب. لازم اشتغل بعيد عن الجانب الفني تشتغل على نفسيه اللاعب في سبيل شنو في سبيل يبقى النادي وبعدين لكل حادث حديث انا خب ما راح ابقى عمر او ابقى الموسم اللي يجي مستحيل اقسم بالله العظيم هاي امام الجمهور لا افكر ادرب الميناء الموسم القادم ولا اريد استفاد من النادي في سبيل هاي الاربع اشهر
هذه أربعة أشهر يعني بالنسبة لي لا شيء، يعني ما تفيدني لا أموال ولا راتب ولا هذا، بس هذا نادينا عيب. شو مقرر تبقى مع الميناء الموسم المقبل ولا؟ والله والله إذا وجدت الأموال وفريق ينافس على الدوري أبقى، غير هذا ما أبقى. ليش؟ لأن تبقى نفس المشاكل، أموال ماكو، ديون، لاعبين ماكو، وتبقى نفس المركز 15، مركز 14، مركز الثامن، مركز العاشر. يعني أتمنى توصل هذه الحلقة للمعنيين، لوزارة النقل، الزوراء يشتكون منكم، الميناء يشتكون منكم، السكك ما مستلمين ونعرف ميزانيتهم الضعيفة، الاستقطاعات اللي جاي تستقطع للرياضة وين جاي تروح؟ ليش الأندية تعاني؟ وأيضا الموانئ، أما تقولون إحنا ما لنا علاقة بالميناء وهم يروحون حرين بنفسهم والجمهور متبرع ويتبرع حتى يوقف النادي والإدارة وباقي التفاصيل ورياضيين البصرة، لو تقولون لا والله ندعم هذا الفريق ونصير إيد وحدة، يا جماهيرنا أنتم جاي تحضرون مباريات، الظاهروا احجوا سولفوا طالبوا بحقكم حتى واحد يعرف الميناء وين راح يوصل. هذا واجهة البصرة بصراحة، البصرة مو الخير اللي تحدثنا العراق اليوم عايش بخيرها. احجوا ليش صوتكم ضعيف؟ احنا اليوم انا هسه كمدرب اذا اجوا الجماهير يتظاهرون انا وياهم وياهم انا وياهم والاداره وياهم نفس الشيء وانا وياهم كلهم نطلع. بس احنا ما يحملون، بس ما يحملون مثلا، يحملون عماد عوده يريد ياخذ مثلا ينافس الفرق. زين الفرق مو بس احنا نشتغل، الفرق هي هم تشتغل، نفط الوسط، الكارخ، هاي الفرق هم تشتغل. وضع الميناء يحتاج حلقتين مو حلقه واحده. شكرا جزيلا لك كابتن. اشكرك كابتن. بس عندي مناشده قبل لا تخلص. انا اشهد وزير النقل ومدير عام، المبالغ اللي مطلوبه من عندنا 3 مليار يدفعوها لنا نمشي الناس اللي تطلبنا حتى نقدر نوقف الفريق، حتى يسمع، خلي يسمع جمهورنا، خلي تسمع اللاعبين يطلبون، محترفين هم محترفين يطلبون. مجتمعكم ويا ثلاثة احكوا هذا الحكي ويا معكم كلنا نحكي. طيب بالاجتماع وبعد الاجتماع نسوي حلقة. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، نلتقي غدا، السلام عليكم ورحمة الله.